انتحر، وزي ما بقول لكم هو انتحر ليه؟ أحيل للمعاش المبكر. يعني لكم أن تتخيلوا أنه إغلاق مصانع، تشريد عمال، أو حالتهم لمعاش مبكر، وقف حالهم يعني، ده يمكن أن يؤدي إلى إيه؟ إيه التداعيات الاجتماعية والآثار الناجمة عن ذلك؟ وهتشوفوا كمان زملائه اللي بيقولوا أنه اللي حصل له ممكن يحصل لأي حد فينا بسبب الضغوط اللي بتحدث الآن على العمال في مصانع وفي مؤسسات مختلفة. نشوف الواقعة، وهي واقعة تحتاج لتحليل معيشي واقتصادي. انتحار عامل بسبب إحالته إلى المعاش المبكر. تفاجأ عمال قسم التصدير والإنتاج بمصنع تابع لشركة أسمنت طرعة بانتحار العامل مصطفى كامل الذي قام بشنق نفسه داخل الشركة بسبب تدهور حالته النفسية في الفترة الأخيرة بسبب إصرار إدارة المصنع على خروجه معاشا مبكرا. هيك عرفت موضوع الرجل اللي انتحر؟ الراجل انتحر من الدقيقه اللي عنده، يعني الراجل انتحر من الدقيقه اللي عرف مش هياخد حقه ومستحقاته. الراجل ده انتحر، هيعمل ايه طيب؟ فالناس كلها دلوقتي كل معاه عيين ثلاث اشهر مفطريه وكل شهر منين؟ اللي مش لاقيين ناكل ولا لاقيين نشربه، فده حرام ولا حلال؟ واحد زميلنا داخل يفتح الورشه لما متعلق بحبله متعلق في العمود. انت واخد بال حضرتك؟ كان قبلها متضايق، ما كان قبلها بيوم اتكلم معاكم في حاجه؟ اتكلم معانا كلنا، كان متضايق من نفسيه. انت واخد بال حضرتك؟ وقاعد معانا لغايه 3 وثلث، يلا يا مصطفى عشان نمشي. قالك لا اتكوا على الله انتوا عشان انا متضايق هقعد شويه في الهوا هنا. جينا الصبح عشان نفتح المصنع لقيناه متعلق. يذكر ان العاملين بالمصنع كانوا قد نظموا وقفه احتجاجيه مجتمعين على قلب واحد ضد الاداره لرفع مطالبهم التي يرونها حقوقا مشروعه. العمال طبعا في مشاكل حصلت ما بين اداره الشركه الالمانيه واداره المصنع، عشان طبعا العمال اللي قالوا الكلام دوت اثناء الاعتصام بتاعهم بداخل المصنع ان هم حقوقهم مش بياخدوها، في مشاكل ما بينهم وما بين الاداره، بيجبروهم عن المعاش المبكر. كان وقتها هم عاملين اعتصامات. كانوا هم عاملين اعتصام في التوقيت ده بالذات تحديدا يعني. فبعد كده طبعا اداره المصنع بلغت الجهات الامنيه، تم القبض على اكثر من 75 عامل بداخل المصنع من اعتصامهم بشهر، محدش عارف عنهم اي حاجه. انا اخويا اصلا تعبان ما عملش اي حاجه، هو رايح يطالب بحقه وفجاه خدوه. ايه اللي عمله؟ فين هو؟ ما عملش اي حاجه خالص. ايه اللي هو عمله؟ ايه اساس المشكله؟ اساس المشكله بيطالبوا بحقوقهم، عايزين حقوقهم. الناس دي من سن 37 ل 45 سنه كلهم مرضى، وفيهم نسبة 13 واحد معاهم عاملة 5%، اللي عنده كهرباء زيادة في المخ، اللي عنده سعادتك. لو اتفسخ العقد ايه اللي هيحصل؟ والله اتفسخ العقد ناخد جميع مستحقاتنا، احنا بنقول لكم متشكرين ان احنا ناخد جميع مستحقاتنا ونمشي بدون اذية الناس. انا النهارده بتكلم اني اروح فين؟ معايا 3-4 عيال، الناس دي مرمية في السجن متعذبين. معانا زميل صديق راجل بقاله اكتر من 30 سنة اتشنق في الشركة من القرف ومن القرف اللي شفناه ومن العدم يعني، الله يرحمه. معانا واحد اسمه الحاج سالم، راجل في منتهى القمة، اتقتل لسه من شهرين في الشركة جوه، اتقتل بلطجية دخل عليه قتلوه، بلطجية دخل عليه قتلوه. الشركة حبت تجيب شركة أمن عشان تحمي الناس ويبقى الناس موجودة، مفيش اتفاق، الناس وقفت ملتزمين، اتقبض عليهم. صناعة الأسمنت دوت معروف من الساعات التقيلة، تمام؟ مرتب النهاردة مرتب الفني قد إيه؟ يعني معانا عمالة 15 سنة و14 سنة والراجل بقى 12 سنة، مرتبي 3500 جنيه 3600 جنيه، مش موازين بره. أستلف عليهم 3000 جنيه عشان أمشي لحد الشهر اللي بعده. مين اللي عنده حق؟ مش مين اللي عنده حق؟ ليه تاخدوا الفترة دي كلها أساس؟ أنت قبضت عليهم، قبضت عليهم الله أعلم، بيقول لك دول مقاوم السلطات، تعدي على قوات أمن، الاتصال بقنوات إخوانية. هو انا عشان واحد ايا كان منهم ما يشوفوا مين اللي هو عمل كده وياخدوه هو ايه اللي ياخد 35 واحد و 36 واحد وعيالهم متشرده في رمضان؟ يا استاذ وائل بقى لهم 16 سنه في الشركه، يرضي مين؟ انهي دين وانهي اسلام ان يخرجهم من الشركه من غير اي حاجه يا استاذ وائل؟ معاهم عيال صغيره يصرفوا منين؟
طبعا زي ما بقول لكم تداعيات وآثار فصل العمال وتشريدهم هزهم في حالتهم المعيشية والاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى ذلك. طبعا ليس مقبولا أن يقدم أي شخص على الانتحار مهما ضاقت به السبل ووسائل العيش، لكن يعني ربما أغلقت الأبواب في وجهه، مفيش مبرر. لكن تعالوا نحلل هذه القضايا، خاصة أن العمال في كل مكان الآن في المصانع بيتعرضون لبعض التعسف بسبب أن في مصانع بتمشي أعداد كبيرة من العمال. كمان بقى عندنا حساسية شديدة في باتجاه بعض المشاهد. لو هتشوفوا المشهد ده بسرعة، ده في إعلان فجأة عمال المطاعم بيحتجوا بيقولوا المشهد اللي ظهر فيه كوبر في إعلان وهو بياكل فتة وبعدها بينقلوه المستشفى، ده إساءة للمطاعم المصرية، وده يمكن أنه يسبب يعني تأثير عند السياحة. أستاذ عادل عبد الرازق نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، يا أستاذ عادل أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل وإزي حضرتك. أهلا بيك. وأنا بشكرك لأن موضوع المطاعم ده محتاج ملف كبير قوي منك، لان موضوع متشعب ومهم قوي على الاقتصاد. طيب نكلمهم، بس ليه عندكم الحساسيه دي؟ تعاملتوا مع اعلان بيظهر فيه كوبر المدير الفني للمنتخب المصري وهو بياكل فته وبعدها بينقلوه المستشفى، يعني تعب ده، بس هو اكل كتير يعني. لا هو اكل كتير وجات له تخمه من كتر الاكل، قد يكون من حلاوه الاكل، وده المبرر اللي بيقول عليه بتوع شركه الاعلانات انها قد يكون ان هو الاكل حلو. طيب ما بقول لك حلوه الفته فيعني عايز اكل منها كتير. لا 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 لا، هو طبعا احنا مطاعمنا المصريه يعني الحمد لله فضل من عند ربنا يودي بشهاده عالميه كبيره، الاكل المصري وتنوعه وتشكيله الوقت الايام دي، وبدات في اسماء كتيره لمطاعم تطلع بقت على مستوى العالم مهمه، لدرجه انك يا استاذ وائل بقى في الوقت سياحه الاكل. سياحه الاكل دي سياحه مهمه جدا، يعني ناس بتروح بلاد معينه عشان حاجه معينه، تقول لك بتحب تاكل اكلها او عاوز ياكل اكل الدوله دي. وبالتالي ظهور اللي احنا بنحاول ان احنا نحسن الصوره الذهنيه لمصر، نحاول نحسن الصوره الذهنيه لمصر سواء في الاثار في الشواطئ. بس مش عايز يبقى عندنا الحساسيه الشديده لانه اعلانه معمول علشان كمان يعني يبين لك اهو انه الراجل المدير الفني وهو ارجنتيني لكن حابب الاكل الشعبي المصري، وخبط الأخيرة طبقين ثلاثه فته وتعب. النقطه الاخيره ان تودي اسعاف دي هي بتدي برضك انطباع شويه. قد تكون انا تحدثت مع الشركه المعلنه وقلت لهم الكلام ده، قالوا لا دي حسنه ليكم ان الاكل في المطاعم كويس قوي، لكن اعتقد ان الموضوع لا كان مفترض ان اللقطه الاخيره دي مع انها بتتميز قوي بان اعلاناتها ليها جاذبيه شديده وليها اقبال شديد من الناس، لكن خانتها التفكير في الحته الاخيره، لان المطاعم ليها تذوق معين وليها اكل معين، والنهارده حصل تقدم كبير قوي في نوع الاكل لدرجه ان احنا داخلين في المنافسه مع ماشي، بس في ناس بتدخل مطاعم وتطلع منها محموله على يعني نفس الوضع على عندك حق، ودي نسبتها قد ايه؟ او بعدين في اكل حمير وفي بلاوي كمان. استاذ وائل انا بارجوك في حاجه، افتح ملف كبير قوي لخدمه الاقتصاد القومي اللي بيفرق بين السياحه وبين ان شاء الله السياحه. ان شاء الله بشكر. بقت في حساسيه بس شديده، يعني اعلان تقليدي، الراجل كان فته كتير وتعب، اي حد هياكل من اي حاجه كميه كبيره هو كل منها كتير لجمالها يعني، فهنا اصحاب المطاعم بيقولوا ده بيصدر، خاصه ده يعني مدير فني شهير وارجنتيني، وبالتالي الصوره اللي هيتم تصديرها سيئه. كمان في واقعه البعض حاول انه يدخلها في الفتنه الطائفيه، يا جماعه مش كل قضيه اطرافها مسلم ومسيحي تبقى الاسباب لها علاقه بالهلال والصليب بالمسجد والكنيسه، لانها ممكن تحصل بين مسلم ومسلم، وممكن تحصل بين مسيحي ومسيحي. الواقعة يعني اللي تم تداولها بشكل كبير بهذا الشكل بشوي مسيحي بيشعل سيجارة قبل الفطار، الناس احتجت، ما هو في مسلمين بيفطروا قبل الفطار والناس حتى تبص لهم كده ويعني ربما بتتضايق منهم وهكذا، يعني ده ممكن يحصل في أي مكان يعني.
فاعتدوا عليه وعلى أسرته، فاستخدم هو السلاح، قتل اثنان، وبعد كده تم محاصرة المنزل. هحاول أعرف التفاصيل بدقة وبموضوعية من النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص. يا أستاذ حسن أهلا بيك. بحضرتك يا زويل وبالسادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. قول لي، عشان يعني البعض يعني حاول انه يتداول هذه القصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتنة طائفية جديدة في الخصوص. لا لا لا، احنا الخصوص ما فيهاش فتنة طائفية، ولا عمرها حصل فيها فتنة طائفية. حتى الاحداث الاولى من الخصوص كانت هي عبارة عن جارين اتخانقوا مع بعض، وللأسف تدخل ايادي خارجية وحولتها لفتنة. لكن احنا الخصوص شعب واحد. طبعا طبعا، احنا كل يعيش اكتر من 600,000 مسيحي، عمر ما حصل فيها فتنة، وعمر ما حصل فيها الكلام ده كله. احنا طبيعي. طيب، الواقعة الاخيرة بقى، هل هي فعلا مشروي ولع سيجارة قبل الفطار؟ الاخيرة كان نشبت مشاجرة بين شابين جيران بسبب خلاف مالي، وليس خلاف مالي يعني. يعني ملهاش علاقة بان لا 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 على خلاف مالي، 20 جنيه 50 جنيه حاجة كده يعني، مش تجارة ولا الكلام ده خالص. حصل بين شابين صحاب، هم صحاب يعني، حصل ما بينهم مشادات كلامية وتطاول بالايدي الاثنين مع بعضه، الاثنين حصل بينهم نزاع بالايدي، وبعد كده الطرف من الاطراف طلع جاب سلاح ناري وضرب في اللي موجودين. نشب عنه واحد مات، ما اللي مات دوت مالوش في القصه خالص. دوت شغال في الشارع اللي هو موجود فيه، شغال في ورشه نجاره. اتوفى، واصابه واحد طلق ناري وواحد اصابات سطحيه، وخرجوا من المستشفى وما فيش اي مشكله خالص. طيب، ده الموضوع اللي حصل، هو موضوع جنائي بحت وليس ما هو ده اللي يهمنا توضيحه، لان الخلافات دي يمكن ان تحدث بين اي اتنين. ايه بقى اللي يخلي يقول مسلم ومسيحي هنا؟ يعني اتنين اصحاب ملهاش علاقة بمسلم ومسيحي نهائي. استاذ ايهاب رمز المحامي، استاذ ايهاب اهلا بيك. طيب، بشكركم جميعا. هطلع فاصل.